تحت رعاية البطريركية اللاتينية في القدس وبدعوة من مؤسسة مريم بواردي ليسوع المصلوب، أقيم في كنيسة قلب يسوع الأقدس اللاتين في تلاع العلي كونسرت أحياه الرباعي بوسيفوس الفرنسي. حضره رؤساء وممثلو الكنائس في الأردن وعدد من السفراء والدبلوماسيين والإعلاميين، حيث قدمت الفرقة خلال الحفل الذي حضره عدد من المهجرين العراقيين لغايات دعمهم ومؤازرة صمودهم معزوفات كلاسيكية وعروضا فنية رائعة نالت إعجاب الحاضرين. أن فرقة بوسيفوس التي تأسست قبل 20 عاماً حصدت العديد من الجوائز الدولية ولها مشاركات واسعة في الكثير من بلدان العالم.